السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الحبيبات، طالبات الصف السادس. اليوم إن شاء الله سوف نستكمل الجزء الثالث والأخير من قسمة الأعداد الكسرية. كان هدف درسنا هو نستطيع قسمة عدد كسري على عدد كسري آخر. نيجي مع بعض نفتح الكتاب بيج 42 ونقرأ مع بعض ونسترجع ملخص المفهوم. قسمة العدد الكسري 5 هو 1 على 3 تقسيم 1 1 على 3. قسمة عدد كسري على عدد كسري، لو أنا عايز أستخدم أعداد متناغمة، اتفقنا أن احنا في الأعداد المتناغمة للكسر للعدد الكسري بنبص أول حاجة على الجزء الخاص بالكسر الاعتيادي. أول حاجة 5 و1 على 3، نيجي مع بعض نشوف الواحد على 3، نلاحظ أن البسط أصغر من نصف المقام. المقام عندي 3 والوان عندي أصغر من نصف المقام اللي هو 1.5. إذن الخمسة بتنزل زي ما هي، تقسيم 1.3. بصينا هنا للواحد على 3، نلاحظ هنا في البسط 1 والوان هنا أصغر من نصف المقام، لأن احنا اتفقنا أن 3 نصفها 1.5 والوان هنا أصغر من نصف المقام. إذن الوان بينزل كما هو، يبقى 5 ديفايد 1 إيكوال 5. نيجي بعد ذلك قال لك لقسمة الأعداد الكسرية اكتب كل من الأعداد الكسرية والأعداد الكلية في صورة كسور. اتفقنا ان احنا بنعيد تسمية العدد الكسري ونحوله كسر اعتيادي ازاي، بضرب المقام في العدد الصحيح ونزود عليها البسط. 3 multiply 5 equal 15 plus 1 equal 16، اذا 16 over 3 نفس المقام. divide 1 over 3، بضرب 3 multiply 1 equal 3 plus 1 equal 4 over 3، اتحولوا الاعداد الكسرية الى كسور اعتيادية. المقسوم طبعا اول، بعد كده الخطوة الثانية ان انا بعد كتابة المسألة في صورة مسألة ضرب باستعمال مقلوب العدد اللي هو المقسوم عليه. 16 over 3 تنزل زي ما هو، اتفقنا ان احنا المقسوم بينزل زي ما هو. القسمة بتحول الى ضرب، مقلوب ال 4 over 3 مقلوبها 3 over 4. بعد ذلك بضرب البسطين مع بعض والمقامين في بعض. 16 multiply 3 equal 48، 3 multiply 4 equal 12. نجد هنا ان البسط اكبر من المقام، يبقى المفروض ان احنا بنقسمها قسمة مطولة وبنحولها الى عدد كسري. بس في بعض المسائل ان البسط بيقبل القسمة على المقام، زي هنا 48 divide 12 طبعا equal 4. قالك في الخطوة الأخيرة بجري عملية الضرب ثم أقدر للتحقق من إجابتك معقولة. هنا الفور في الناتج الفعلي وفي التقدير 5، إذن طبعا الإجابة معقولة. نيجي مع بعض نحل التدريبات على الأمثلة والدرس. في التمارين من 5 ل 13 أوجد ناتج القسمة. 2 و 5 على 8 تقسيم 2 و 1 على 4. الأعداد الكسرية بنعيد تسميتها وبنحولها كسور اعتيادية، اتفقنا عن طريق الضرب مقام في العدد الصحيح ونزود عليها البسط. 5 multiply 2 equal 16 plus 5 equal 21، إذن 21 over 8 حولته خلاص لكسر اعتيادي. نيجي عند العدد الكسري الثاني، 4 ضرب 2 بتساوي 8، 8 زائد 1 بتساوي 9 على 4. المقسوم بينزل كما هو 21 over 8، القسمة بتحول إلى ضرب، بوجد مقلوب المقسوم عليه، بدل ما يكون 9 over 4 يبقى 4 over 9. بضرب البسطين مع بعض والمقامين في بعض. 21 multiply 4 equal أحسنتي 84، 8 multiply 9 equal 72. نلاحظ هنا ان البسط اكبر من المقام، اذا محتاجة ان انا، وطبعا ما مش قابل القسمة، البسط اللي يقبل القسمة على المقام، فبعملها قسمة مطولة 84 divide 72. 84 لا تقبل القسمة على 72، اذا ببحث عن رقم اذا ضرب في 72 يديني رقم اقل من 84 وهو 1. 1 multiply 72 equal 72 وعلامة الماينس. 4 minus 2 equal 2. 8 minus 7 equal 1.
إذن الـ12 هي remainder، الناتج عندي عدد صحيح وهو الـ1، المقام كما هو 72، الـ12 عندي وضعه في البسط. نلاحظ أن الجزء الخاص بالكسر الاعتيادي محتاج أن أنا أبسطه. الـ12 والـ72 أقسم كل منهم على أحسنتي 12 بتساوي الـ1، طبعا بتنزل 12 divide 12 equal 1، 72 divide 12 equal أحسنتي 6، إذن الناتج 1 over 6. نيجي مع بعض في مثال 6، 3 divide 4 1 over 2. أي عدد صحيح اتفقنا إن احنا نحوله كسر اعتيادي إن احنا نجعل مقامه 1. 3 over 1 divide، بحول العدد كسري للكسر اعتيادي، نضرب 2 multiply 4 equal 8، 8 plus 1 equal 9، 9 over 2. المقسوم بينزل كما هو 3 over 1. بحول علامة القسمة إلى ضرب، بوجد مقلوب المقسوم عليه يبقى 2 over 9. 3 multiply 2 equal 6، 1 multiply 9 equal 9. نلاحظ ان الكسر الاعتيادي محتاجة ان انا اوسطه، بقسم كل من البسط والمقام divide 3، 6 divide 3 equal 2، 9 divide 3 equal 3، اذا الناتج 2 تقسيم 3 او 2 على 3. نيجي بعد ذلك في مثال 8، بنقسم 1 و 2 على 5 تقسيم 7. بعيد تسمية العدد الكسري بحوله إلى كسر اعتيادي وعرفنا الطريقة، أما المقسوم عليه هو عدد صحيح مقامه 1. بضرب بعد كده 5 multiply 1 equal 5، 5 plus 2 equal 7 over 5. بعد ذلك بحول عملية القسمة إلى ضرب، بوجد مقلوب المقسوم عليه يبقى 1 over 7. نيجي بعد ذلك بنضرب 7 multiply 1 equal 7، 5 multiply 7 equal 35. نجد أن الكسر الاعتيادي 7 على 35، بقسم ممكن كل من البسط والمقام على 7. 7 divide 7 equal 1، 35 divide 7 equal 5، إذا الناتج 1 over 5. نيجي بعد ذلك page 43، 10 divide 2 over 4. نيجي مع بعض أي عدد صحيح مقامه 1 لتحويله الكسر اعتيادي زي ما هو عمل لي 10 over 1 divide، بضرب الكسر العدد الكسري بحوله الكسر اعتيادي بضرب المقام في العدد الصحيح ونزود عليها البسط، 4 multiply 2 equal 8، 8 plus 1 equal 9 over 4. الـ 10 over 1 بتنزل زي ما هو، القسمة بتحول إلى ضرب، بوجد مقلوب المقسوم عليه يبقى 4 over 9. 10 multiply 4 equal 40، و 9 multiply 1 equal 9. بعد ذلك لقيت إن أنا البسط أكبر من المقام، إذن والبسط طبعا لا يقبل القسمة على المقام، الـ 40 لا تقبل القسمة على التسعة، بحولها إلى عدد كسري عن طريق القسمة المطولة 40 divide 9. في جدول 9 ما فيش عندي أرقام بتساوي 9، ممكن تتضرب في حاجة عشان تبقى 40. بنبحث في جدول 9 عن رقم أصغر من 40 بيقبل القسمة عليه، أحسنتي، وهو 36. إذا بضع في الناتج 4 multiply 9 equal 36، علامة الماينس، 40 minus 36 equal أحسنتي 4، وده بسميه remainder. هضعه في صورة عدد كسر ازاي؟ الناتج عندي 4 بضعه عدد صحيح، المقام كما هو، الريميندر 4 بضعه في البسط، اذا الناتج 4 و 4 على 9. مثال 17، 2 2 over 3 divide 8. بنعيد تسمية العدد الكسري لتحويلها الكسر اعتيادي، ضربنا 3 multiply 2 equal 6، 6 plus 2 equal 8 over 3. أي عدد صحيح مقامه 1، إذن divide 8 over 1.
المقسوم بينزل كما هو 8/3. القسمة بتحول إلى ضرب، بوجد مقلوب المقسوم عليه يبقى 1/8. 1 × 8 = 8. 3 × 8 = 24. اتفقنا ان احنا ما نسيبش المسألة ونقول ان احنا انتهينا منها غير لما لازم اتأكد البسط اكبر من المقام. طبعا هنا لا. طب هل الكسر الاعتيادي محتاجة ان انا ابسطه؟ بالفعل فعلا ان انا محتاجة ان انا ابسطه، هقسم كل من البسط والمقام على احسنتي 8. 8 ÷ 8 = 1. 24 ÷ 8 = 3. اذا الناتج 1/3. نيجي بعد ذلك في بيج 44، قال لي استعمل الصورة المجاورة للإجابة عن التمرينين 28 و 29. في 28 إذا كان طول الغرفة الكبيرة بيساوي مثلي طول الغرفة الصغيرة فما طول الغرفة الكبيرة؟ نلاحظ هنا الغرفة الصغيرة هي 8.4×5 متر. طيب ما المقصود بكلمة مثلي؟ عندنا كلمة مثلي وضعف معناها أو بتساوي الضرب في 2. إذا بضرب 2 × 8 = 4/5. التو المقام بتاعها 1 بتساوي 2/1 بتساوي ملتبلاي. بحول العدد الكسري إلى أحسنتي كسر اعتيادي، هضرب 5 × 8 بتساوي 40، 40 + 4 بتساوي 44/5 بتساوي، هضرب 2 × 44 = 88، 1 × 5 = 5. نلاحظ أن البسط أكبر من المقام، إذن بحوله إلى عدد كسري عن طريق القسمة المطولة. بنقسم مع بعض 88 ÷ 5. 8 × 5 أحسنتي بتساوي 1. 1 × 5 = 5. 8 − 5 = 3. بننزل الـ 8 اللي على اليمين. 38 ÷ 5. في جدول 5 مش موجود عندي 38 لكن موجود رقم أقل منه هو أحسنتي 35. إذا بضعف الناتج 7. 7 × 5 = 35. 8 − 5 = 3. وده عندي الريميندر. إذا الناتج 17 بضعه عدد صحيح، المقام كما هو، الريميندر عندي بضعه في البسط. إذا طول الغرفة الكبيرة بتساوي 17 3/5 17.3×5 متر. مثال 29، إذا قسم طول الغرفة الصغيرة إلى 4 أجزاء متساوية فما طول كل جزء؟ كلمة قسمة بتعني إيه؟ قسمة جزأة، كل دي مصطلحات اللي بتعني إنها أحسنتي قسمة. هقسم 8 و4 على 5 تقسيم 4. أي عدد صحيح مقامه 1. بعيد تسمية العدد الكسري تحويله الكسر الاعتيادي عن طريق ضرب المقام في العدد الصحيح ونزود على البسط. 5 × 8 = 40. 40 + 4 بتساوي 44 × 5. القسمة بحولها إلى أحسنتي ضرب، بوجد مقلوب المقسوم عليه، بدل ما يبقى 4/1 يبقى 1/4. 44 × 1 = 44. 5 × 4 = 20. نجد هنا ان البسط اكبر من المقام، اذا بحولها الى اعداد كسرية. لو عملناها مع بعض في الدفتر هيكون الناتج احسنتي 2 × 4/20. نجد ان الجزء الخاص بالكسر الاعتيادي محتاجة ان انا ابسطه، هبسط كل من البسط والمقام على 4. طبعا العدد الصحيح ملوش دعوة بينزل. 4 ÷ 4 = 1. 20 ÷ 4 = 5. إذن طول كل جزء بيساوي 2 × 1/5 متر. بعد ذلك نيجي عند السؤال الأخير 34. يستعمل صاحب متجر لأحواض السمك 17 1/2 لتر من الماء لملء الأحواض ويضع
5.5 على 6 لتر من الماء في كل حوض. ما عدد الأحواض التي يملأها؟ نيجي مع بعض نقسم 17.5 تقسيم 5.5 على 6. لو احنا هنا نستخدم الأعداد المتناغمة، نيجي مع بعض نشوف الأول المقسوم عليه. أول حاجة الجزء الخاص بالكسر الاعتيادي، نجد أنه بيساوي 5 على 6، يعني البسط بيساوي أكبر من نصف المقام. طالما البسط أكبر من نصف المقام يعني هتدي هيعتبر كأنه 1 وهيتضاف على العدد الصحيح، يبقى بتساوي أحسنتي 6. نيجي عند المقسوم 1/2، النص بتزود ال 17 هيبقى 18. طيب لو احنا حتى ما استخدمناش العدد المتناغم واكتفينا ان احنا استخدمناها فقط في المقسوم عليه، نلاحظ ان ال 17 لا تقبل القسمة على ال 6، اذا بنبحث عن رقم او عدد متناغم قريب من ال 17 بيقبل القسمة على العدد الكلي اللي هو في المقسوم. نجد انه 18 divide 6 equal 3. إذن 3 تقريبا. نيجي ببعض نشوف الحل الفعلي 17 1/2 divide 5 over 6. هعيد تسمية العدد الكسري 2 multiply 17 equal 34 plus 1 equal 35 over 2. تقسيم 6 ضرب 5 بتساوي 30، 30 زائد 5 بتساوي 35 على 6. 35 على 2 هو المقسوم هينزل كما هو، القسمة بتحول إلى ضرب، بوجد مقلوب المقسوم عليه يبقى 6 over 35 multiply 6 equal 210. 2 multiply 35 equal 70. نجد أن البسط أكبر من المقام، فنلاحظ هنا أن البسط فعلا بيقبل القسمة على المقام. 210 divide 70، هنطير الزيرو قدام الزيرو. 21 divide 7 equal 3. نلاحظ أن الناتج عندي 3 هو نفسه التقدير، إذن الإجابة عندي معقولة، إذن يستطيع صاحب المتجر ملء 3 أحواض. وبكده يكون انتهينا من الجزء الثالث والأخير من الدرس، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.